اللي بيحصل لعمال كارجل اللي هم بقالهم تقريبا 100 يوم معتصمين جوه الشركه وتحت تهديد الكلاب البوليسيه والبلطجه اللي قدام الباب اللي بيمنعوا اي حد يدخل لهم ولا اي حد يخرج، رغم ان هم وزاراتهم المختلفه معترفه ان مطالبهم في الاعتصام مشروعه، جايين عشان نقول لهم انه احنا مش هنسكت وحقوق العمال هيفضلوا العمال وراها لحد ما يخرجوا. المؤتمر النهارده اللي هو من اجل قانون عمل عادل، في الحقيقه ان قانون 12 لسنه 2003 عمال مصر كلهم بيعانوا منه من سنه ما اتعمل في سنه 2003، اللي هو كان بيدي لاصحاب الاعمال حقوق كتير وبيديهم اسلحه في ايديهم ضد العمال، من ضمنها تاقيد علاقه العمل ومن ضمنها فصل التعسف ومن ضمنها اغلاق الشركات اللي اكثر من 4000 شركه لحد دلوقتي مغلقين والعمال بيتشردوا في الشارع كل يوم. احنا النهارده بنقول ان احنا بنأسس حمله عشان احنا عايزين قانون عمل عادل بجد يضمن حقوق العمل وحقوق الاجر وغيرها من الحقوق، ولانه كمان النسخه اللي نزلها كمال ابو عيطه واللي من ساعتها ما ننزلوش حاجه بعد ما مشي كمال ابو عيطه ليه؟ تعديل قانون العمل للاسف الشديد كنا نتمنى ان هي تبقى تلبيه لمطالب العمال بتعديل القانون على مدى اكتر من 10 سنين، بس للاسف الشديد لقينا ان النسخه دي اسوأ بكتير من قانون العمل الحالي وبتسوق من وضع العمال فيه، بتسهل الفصل وبتقلل حقوق المفصولين وحتى المفاوضه الجماعيه بتسد طريق المفاوضه الجماعيه تقريبا اللي هم طول الليل ونهار يقول لك العمال ما بيتفاوضوش، ما انتوا قافلين في وشنا سكه المفاوضه الجماعيه عايزيننا نتفاوض بايه؟ العمال بيروحوا لصاحب العمل يقولوا عايزين نتفاوض ما بيرضاش، طب يعملوا ايه؟ حضرتك مش شايفه ليه الدوله دايما بتعدل قانون العمل للاسوء مش صالحة؟ انا رايي انه هي بتعدل قانون العمل للاسوء استجابه لمطالب اصحاب الاعمال في ان هم عايزين قوانين اسوء سواء العمل او التامينات او غيرها من الحاجات، واحنا بنقول لهم مش هتقدروا تعملوا ده، هنعمل قانوننا اللي احنا شايفين انه في حقوقنا وهنفرضه في الحقيقه عليكم، لانه انتوا عودتونا ان احنا ما بناخدش حق غير بالطريقه دي.